السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفهام عام. في هذا الفيديو ان شاء الله جبت لكم البديل لموقع علي اكسبرس، واللي كيقدم لنا العديد من المنتجات بأثمنة مناسبة، وكذلك كيوفر لنا شحن مجاني لجميع الدول بما فيها المغرب. اذا تبعوا معي اخوتي الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت غنديروا واحد التعريف شامل لهذا الموقع وكذلك طريقة الشراء منه. وما تنساوش خوتي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول. اذا على بركة الله، بالنسبة لموقع جوم هو سوق الكتروني كيبيع العديد من المنتجات، الاغلبية ديالها صيني وباسعار جد منخفضة. بالنسبة لمقر الشركة في لاتفيا، وكيتعتبر الشراء من هذا الموقع امن جدا، لان معظم الناس اللي تعاملوا مع الموقع حطوا تقييمات إيجابية على الخدمة اللي كيقدمها. والحاجة اللي زوينة بزاف في هذا الموقع هو أن العروض والتخفيضات كيكونوا على طول السنة، وكذلك الشراء من هذا الموقع كيعطينا نقاط اللي كنربحوها مباشرة بعد كل شراء، وكذلك فاش كنتسجلوا أول مرة في الموقع كيعطينا الموقع 100 نقطة. بالنسبة لهذه النقاط فكل نقطة كتساوي 0.01 دولار، يعني كيعطيك الموقع دولار اللي هو 10 ديال الدراهم مباشرة عند أول تسجيل، وهاد 10 دراهم تقدر تدوز بها أول طلبية ديالك وتجرب الموقع. وكذلك فاش كتشري شي منتوج كيوصلك إيميل فيه جميع المعلومات الخاصة بالطلبية ديالك، الثمن ورقم التتبع، وكذلك الوقت اللازم باش توصلك هاد الطلبية. فبالنسبة لرقم التتبع اللي يمكن تدخله في مواقع تتبع اللي كتقدم خدمة تتبع طلبيات، وكيعطيك مباشرة هاد المنتوج ديالك فين واصل. وهنا غنشارك معكم بعض المواقع اللي كنخدم بها انا، حيت شحال من واحد كيسولني على كيفاش تعرف المنتوج فين واصل. فهذا هو التطبيق الاول اللي كنخدم به، هو كولي، مانستاليه في الهاتف ديالي، وقت ما دوز شي طلبيه كناخذ رقم التتبع وكنحطو فيها، وهو مباشره كيطلع لي نوتيفيكاسيون او الاشعارات مباشره فاش كيتحرك المنتوج. وكذلك كنستعمل مره تراك دي سات، فكاين اللي غيبغي يحمل هاد التطبيقات ويديرهم في الهاتف ديالو، وكاين اللي ما كيبغيش يعمر الهاتف ديالو كذلك. جبت لكم الحل، فهاد المواقع كذلك عندها موقع خاص بها اونلاين، يعني يمكن لك تدخل لجوجل وتكتب تراك دي سات، كيطلع لك الموقع كيف كتشوفه، وكتحط رقم التتبع ديالك وكيعطيوك الطلبيه ديالك فين واصله بالضبط. اذا حتى لهنا كلشي مزيان. دابا غادي ندخلوا للموقع وغنديروا واحد الدويره ونشوفوا الاثمنه والمنتجات اللي كيعطينا هذا الموقع، وطريقة التوصيل كذلك، وشحال المدة ديالها، وكذلك بعض الطرق ديال الدفع اللي كيوفرها لنا هذا التطبيق. إذا الأصدقاء، موقع هو هذا، الواجهة ديالو على الشكل التالي كيف كيبان لكم. هنا عندنا أول مرة غتشري من الموقع غادي يقدم لنا تخفيض ديال 10%. هنا عندنا الفرنسية، يمكن لنا نحولها بأي لغة بغينا، فنختار مثلا العربية، حيت تقريبا جميع المتابعين ديالي كيتواصلوا بالعربية. إذا هنا عندنا جميع لي كاتيجوري أو الفئات اللي كيقدمها لنا هذا الموقع. عندنا إلكترونيات، عندك الأزياء ديال الرجال، الساعات، الجمال، الصحة، أزياء نسائية، أحذية، يعني العديد من المنتوجات اللي تقريبا أي حاجة بغيتيها غتلقاها هنايا. فغنمشيو مثلا إلكترونيك، لأن هاد المنتوجات الإلكترونية هي اللي كناخدو بزاف وهي اللي كنعرفو الأثمنة ديالها. إذا هاد الساعة 27 دولار، تقريبا نفس الثمن ديالها في علي إكسبريس. هنا عندنا بعض المنتوجات الأخرى، هنا هاد الساعة تقريبا دايرة 5 دولار في علي إكسبريس، لكن هنا مزيودة علينا واحد 3 ديال الدولار. ولكن كي قلت لكم راه ملي كتدخل راه كيكونوا واحد التخفيضات، وكيكون عندك واحد النقاط اللي كيزيدوا ينقصوا لك من هذا الثمن. واللي مهم وهضرنا عليه في اول فيديو هو ان المنتوج غادي يوصلك فابور، يعني ما غتخلص عليه حتى شي حاجه، لا البريد المغرب ولا كذلك لشركات التوصيل بحسب الله. اذا هنا هادو بعض المنتوجات، فمثلا غادي نختاروا هذا المنتوج خاص بتثبيت الهاتف في السيارة، حامل هاتف مغناطيسي. إذا الثمن ديالو هو 3 دولار. فأول حاجة فاش تبغيو تشريو أي منتوج، حاولوا تشوفوا عدد الناس اللي عاطين تقييم إيجابي لهذا المنتوج. فكلما كان العدد طالع
قريب للخمسة، 4.5 4.6 4.7 حتى الخمسة ديال الجمال، عرفوا باللي المنتوج جيد. اما الا لقيت شي تقييم هنايا قل من 4 عرفوا باللي هذا المنتوج كيجي بشي حاجه ماشي هي هذيك، اما الجوده ديالو عيانه ولا التواصل ديال البائع مع زبون كان تواصل ناقص. اذا هنا كتختار اللون اللي بغيتي، يعني نفس الطريقه اللي كنديروا في الشراء من علي اكسبريس. هنا كنجيو للوصف، دائما نشوفوا الوصف خوتي، لان بعض المرات كتكون شي حاجه ما عارفينهاش، اما الحجم او لا المواد اللي مصنوع بها هذا المنتوج، تكون تدير في بالك بانها مصنوعه من شي مواد وهي في العكس مصنوعه من مواد اخرى. لذلك قراو خوتي هذا الوصف باش ما تقولوش. هنا هذه هي الحاجه او البلاصه اللي كتعجبني بزاف، دائما قبل ما نشري اي منتوج كندخل لهذا الفيديو، كندخل لهاد الصور، كنشوف المنتوج في الرياليتي يعني في الحقيقه ديالو كيف داير. الا عجبني المنتوج كنتوكل على الله وكنشري. لذلك خوتي هاد التقييمات فراه مهمه ومهمه بزاف. اذا غادي نزلو لهنايا، هنا غادي نقراو هاد المعلومات اللي مهمه بزاف. سنرد لك المال في حاله لم يتم تسليمك المنتج خلال 85 يوم من تاريخ الشراء، وسيكون امامك اسبوعان لتقديم طلب الاسترداد، اي لغايه اليوم 99. يعني خوتي الجميل هنا هو ان فلوسك ما غاديش تضيع مباشره ملي غتشري المنتوج. الى شريتيه مثلا اليوم ودازت 85 يوم وما وصلتش المنتوج، يمكن لك تفتح نزاع وتقول لهم باللي راني شريت هذا المنتوج، ها رقم ديال التتبع ديالي، ها السكرين ديال المعلومات الخاصه بهذا الشراء، ولكن راه ما وصلني حتى شي حاجه. وهنا عندك الحق باش تفتح هذا النزاع بين 85 و 99 يوم، يعني ما تفوتش هاد جوج سيمانات، لانه لو فتات جوج سيمانات عاد بغيتي تفتح نزاع ما عندكش الحق تفتحه خويا. لذلك فهذا كيبقى ديلك كبير بزاف، يعني راه ميمكنش المنتوج يوصل في 85، فأغلبية المنتوجات بين 15 يوم و 30 يوم، لكن هما تيديرو لك 85 إلا وقع شي مشكل في الديوانة، وقع شي مشكل في الطريق، يعني لا قدر الله وقع شي مشكل، هاد 85 يوم كيعطيوها للبائع باش ما يضيعش، وباش ما يكونش عنده ضرر. إذا خوتي داز 85 يوم ما وصلكش المنتوج، فتح نزاع، فلوسك غادي يرجعوا لك، وهذا علاش كنقول لك بلي هاد الموقع كذلك موقع رائع، فلوسك ما كيضيعوش. هل المنتج الذي استلمته غير مطابق للمواصفات؟ إذا تواصل معنا خلال 30 يوم من تاريخ الاستلام. خديت مثلا أنا واحد الهاتف وخديت المعلومات ديالو هو 16 جيجا، خدمت به واحد 3 أيام ولا 4 أيام، لقيت باللي هذا المنتوج ما فيهش 16 جيجا، فيه 8 جيجا، فأنا كنمشي مباشرة وكنفتح واحد النزاع وكنقول لهم باللي هذا المنتج الذي استلمته غير مطابق للمواصفات، أنتم درتوا لي فيه 16 جيجا وأنا لقيت فيه غير 8 جيجا. هذه بالنسبة للهواتف، كاين بعض المرات كتكون أنت خديتي شي منتوج بواحد اللون مثلا أحمر كيوصلك بلون أزرق، بغيتي تدوز عليهم هو هذاك، ما بغيتيش تدوز عليهم يمكن لك تفتح نزاع وتقول لهم غير مطابق للوصف، غادي يردوا لك فلوسك كذلك 100%. ثم المرحلة الثالثة، في حالة إلغاء الطلبية سيتم تحويل المال إلى حسابك خلال 14 يوم. يعني أنت حليتي هذا النزاع مباشرة، وافقوا لك على النزاع وقالوا باللي عندك الحق وغادي يرجعوا لك فلوسك، فالفلوس ديالك ما غادي تبان في الحساب ديالك إلا من بعد 14 يوم. وهذه الفلوس كتمشي مباشرة للبطاقة اللي خديتي منها، يعني البطاقة اللي شريتي بها هي اللي كترجع لها الفلوس ديالك. اذا هنا غنجيو للمرحله الاخرى، غادي نديرو مثلا الشراء الان باش نشوفوا طرق ديال الدفع اللي كيقدمها لنا هذا الموقع. اذا ثمن المنتوج هو هذا، هنا شراء بمبلغ 3 دولار، هنا عندك الرمز الترويجي، هذا الرمز الترويجي هو واحد الكود كتدخلو وكينقص لك الثمن على المنتوج اللي بغيتي تشري. منين كتجيبو اما تقدر يعطي لك الموقع، ولا يقدر يعطي لك شي صديق او يوتيوبر، او لا شي واحد خدام مع جوم وكي يدير الترويج للمنتوجات كذلك. فانا كذلك غنحاول نجيب لكم هاد الرموز بالنسبه للناس اللي غيبقاو يشريو من هذا الموقع، وكذلك بالنسبه للناس اللي غيسولوني فين غادي نلقاو هاد الرموز. فراه عندنا مجموعه ديالنا في الواتساب، وعندنا مجموعه في التليجرام، وعندنا مجموعه في الفيسبوك، فجميع هاد المجموعات الروابط ديالها غتلقاهم في الوصف ديال هذا الفيديو. فحنا كنا خدامين في علي اكسبريس، كنحطوا المنتوجات اللي عليها ثمن قليل، والاصدقاء كيكون عندهم شي مشكل ولا شي استفسار كيحطوا كذلك كنعالجوه معاهم. لذلك الا كنتي مهتم التحق بنا لهذه المجموعات، فان شاء الله لقيت واحد الاقبال لقيتكم باغيين تخدموا في جوم، غادي نحاول نجيب لكم هذه الرموز الترويجيه. اذا
هنا اللي مهم عندنا نحن نقبل الشراء عن طريق باي بال، فيزا، ماستر كارد، فيزا كارد، وكذلك العديد من الطرق الأخرى. اللي كيهمني بزاف هو أنه هنا يمكن لك تشري بالباي بال. فبعض الأصدقاء كيخدموا سير انترنت وكيتواصلوا معايا كيقولوا بلي عندنا واحد السولد باي بال وما كنبغيو نشريو من علي اكسبريس وما كنلقاوش كيفاش ندفعوا بالباي بال. فهاد الموقع كيحل لنا هاد المشكل. يمكن لكم اخوتي تشريو بالباي بال، هاد الميزه زوينه بزاف، ما غادي يعرفوا بقيمتها الا الناس اللي عندهم سولد في باي بال وما عارفين ما يديروا به. اذا اخوتي هنا من بعد ما غادي نبغي نشري هاد المنتوج يعطيوني باش ندير البلد، المنطقة، المدينة، والعنوان، والرمز البريدي، الاسم ديالك العائلي والاسم الشخصي. هذه المعلومات خصها تكون صحيحة، وكذلك واحد الرقم ديال الهاتف خصو يكون صحيح لأنه هو اللي غيتواصل معك به الليفرور فاش غادي يجيب لك الطلبية. إذا خوتي راه كل شيء سهل، الناس اللي ديجا كياخذوا من الاكسبريس ما غادي يلقاو حتى شي مشكل. اما بالنسبه للناس الجداد اللي اول مره غادي يشريو من هذا الموقع، الا وقع لكم شي مشكل ما عليكم سوى تواصلوا معايا في الواتساب ولا في الفيسبوك اولا كذلك في التليجرام، صيفطوا ليا. فجميع الروابط غتلقاوها في وصف هذا الفيديو، دخلوا وصيفطوا ليا وان شاء الله غادي نحلوا اي مشكل عندكم. اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. كانت هذه اخي اختي اول زياره لك للقناه، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول، ودمتم في رعايه الله.